تشاهدون في هذه الحلقة: ارتفاع حالات الإصابة بحمى الوبائيات في تعز، والمواطن يطالب بالكشف عن نوعية الوباء وتوفير العلاج المناسب. قنوات تصريف المياه بوادي الضباب نموذج للاهتمام بري الأراضي والحفاظ على الطرق الحيوية. رغد وليد تلميذة تقف على قدم لترسم علم الوطن احتفاء باليوم العالمي للطفولة. مرحبا بكم من جديد. في مستهل حلقتنا نبقى مع جولة سريعة على أهم الفعاليات التي أقيمت في تعز هذا الأسبوع. شاركت اليمن العالم احتفالاته باليوم العالمي للطفولة الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، واحتضنت محافظة تعز بتنظيم من مكتب الشباب والرياضة بهذه المناسبة فعاليات رياضية بمشاركة الأطفال من الفئات العمرية المختلفة، وتهدف الفعاليات إلى إخراج الأطفال من الحالة النفسية التي يعيشونها جراء استمرار الحرب على تعز، وبما يحقق لهم المتعة والترفيه ويعرفهم بحقهم في الحياة. عقدت بتعز ورشة عمل حول دور المدرسة في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي بين أوساط طلبة التعليم الأساسي والثانوي في المدينة، وتهدف الورشة التي نظمها مركز الدراسات البيئية بجامعة تعز بالتعاون مع مكتب التربية بالمحافظة إلى إكساب المشاركين معرفة ومفاهيم أساسية حول التربية البيئية وتطبيقاتها في المدرسة وتحويلها إلى ممارسات وقيم عملية في مجال تعزيز الوعي البيئي والثقافي بصفة مستمرة ومستدامة. مشاهدينا، تقدم السلطات الصحية بتعز إحصاءات متتالية عن عدد حالات الإصابة بحمى الوبائيات، والتي أكدت فيها تجاوز العدد حاجز 7000 مصاب، لكن ما يدعو إليها المواطن في تعز هو أن تخرج السلطات الصحية من دائرة نشر الأرقام إلى ما هو أهم، وهو الإجابة عن تساؤلات المواطن بشأن نوع الوباء الذي يصيب العديد من سكان تعز بنزلات البرد والحمى والالتهاب وغيره، والكشف عن الفيروس وتحديد العلاج المناسب. وقبل ذلك، كيف يمكن للصحة أن تبدد مخاوف الشارع من تفاقم الوضع الصحي وتحول هذا الوباء إلى جائحة؟ لم تكن هذه العجوز وحدها من يشكو من ألم الحمى الفيروسية التي أصابت العديد من سكان تعز، الحمى التي ما أن تخفف المسكنات من وطأتها حتى تعود مجددا بأعراض هي أكثر إيلاما، لتبقى التأوهات وحدها من ينفس على المرضى الذين كثر توافدهم على مشافي تعز. أمس قنقوبة خيارة رجع مضاعف، الساعة 12 بالإسعافونة يضربوني مغذيات، حمى خبيث. المواطنون الذين يتوافدون على المشافي يستغربون صمت السلطات الصحية تجاه انتشار هذه الوبائيات كل هذا الوقت، ويشكون من إرهاق تكاليف العلاج جراء إصابة الكثير من أفراد الأسرة الواحدة دون فعالية العلاجات التي يأخذونها، وأغلبها عبارة عن مجرد مسكنات. الحمى تروح ترجع، ما قدرناش نكتشف شيء، حتى الدكاترة ما قالوا لنا شيء، حمى لا هي ظنك ولا نحن عارفين شيء، نتمنى يقول لنا لها حل علاج بأي شيء. نتمنى أن يحددوا نوعية المرض، التشخيص الجيد من شان يحددوا نوعية العلاج المناسب له. إحنا بالقرن 21 ما اكتشفناش علاج الحمى. في أسر جنبنا يعني كم 6 أو 7 البيت كامل يسعفوا 6 أو 7، من فين يجيب هذا الشخص مثلا قيمة العلاج لما تكون 30,000 40,000 50,000؟ يؤكد الأطباء إن مستشفى الثورة وحده يستقبل ما بين 200 إلى 300 حالة يوميا من المصابين بحمى الوبائيات التي تجتاح المحافظة، ويرجح العاملون في الحقل الصحي أن تكون مسبباتها إحدى سلالات ومسببات حمى الضنك، ومع ذلك فهم يضمون صوتهم إلى جانب صوت المواطن لمطالبة الجهات المعنية بفحوص مختبرية تثبت نوعية الفيروس وبالتالي تحديد علاجه.
هناك بعض الحمى الفيروسيه طبعا لا نستطيع الكشف عنها، حيث انتم تعرفون ان حمى الضنك اكثر من نوع، ولا توجد لدينا الفحوصات الكامله حتى نستطيع ان نكشف هذا الفيروس، ونتمنى من الجهات المعنيه الدعم بالفحوصات حتى تستطيع من تشخيص الحالات بالشكل الدقيق. المركز سواء كان المركز هنا او بالجمهوري ما يوفر الا العلاج الاسعافي، ما يقدرش يوفر العلاج للبيت للمريض. وتعاني مدينة تعز من مشكلة تكدس القمامة وعدم الاهتمام بالنظافة، الأمر الذي يسهم في تكاثر الوبائيات المختلفة، كما أن تدهور الوضع الصحي في ظل غياب الاهتمام الحكومي هو ما يزيد من معاناة المواطن في تعز، ويجعله عرضة لمعاناة متواصلة من الأمراض التي ذهب ضحيتها أكثر من 10 وأصيب فيها ما يزيد عن 7000 شخص. وللوقوف على تداعيات حمى الوبائيات نستضيف معنا الدكتور ياسين عبد الملك مدير إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بتعز. أهلا وسهلا بك دكتور ياسين. أهلا بكم وأهلا بالأخوة المشاهدين الكرام، ومرحبا بكم في مكتب الصحة والسكان محافظة تعز. كثر اللغط حول نوعية الفيروس الذي اجتاح تعز وتعرض كثير من المواطنين في المدينة للإصابة به، هل توصلتم في إدارة الرصد الوبائي إلى تحديد نوعية هذا الفيروس وبالتالي تحديد العلاج المناسب له؟ الفيروس الذي سبب هذه الحالات في المحافظة لم يكن وليد اللحظة، كل سنة تعز تسجل حميات موسمية، كل السنوات نسجل وفيات. الآن في هذه اللحظة بس كثر عدد الحالات وتنقلها في المستشفيات أدى إلى ارتفاع هذا الصوت، وبالنسبة للفيروس طبعا هو فيروس موسمي، قد يكون اشتباه حمى الضنك، قد يكون فيروس آخر إن شاء الله. في هذه الأيام سيتم التأكد من الفحص بغضون يوم أو يومين إن شاء الله، وتكون نتائج موجودة على نوعية هذا الفيروس. هناك توجه إلى الكشف عن هذا الفيروس، لكن ماذا عن هناك لبس ربما ما بين فيروس الحمى الذي موجود الآن حاليا وبين فيروس حمى الضنك، كيف تفرقون أنتم في مكتب الصحة بين هذين المرضين؟ بالنسبة للفيروس الآن المصاب الأشخاص المصابين بهذه الحميات في تشابه كبير قلت لك على بنفس بفيروس حمى الضنك، لكن الآن أتى بمضاعفات جديدة اللي هي تواجد سوائل في الرئة، أحيانا يحدث إسهالات مائية حادة مرافقة للحميات اللي كانت سابقا، أعراض غير موجودة في حالة حمى الضنك. ظهور حالات أيضا في المناطق المرتفعة، في الأمس بلغونا من منطقة مشرعة وحدنان بوجود حالات حميات، وأنتم تعرفوا أن السبب الرئيسي لنقل حمى الضنك هو البعوض. البعوض من المستحيل أن يتواجد في المناطق المرتفعة، فهذا جعل لدينا لبس قد يكون ليس بفيروس حمى الضنك. هل من عوامل تشتبهون بها قد تكون سبب في انتشار هذا الفيروس؟ العوامل اللي نحن نشتبه فيها قد يكون فيروس غير فيروس المسبب حمى الضنك، وهذا ما يؤكده إن شاء الله يوم غد المختبر المركزي بعد تأكد من الفحوصات. هل لديكم إحصائيات عن عدد حالات الإصابة أو حالات الوفاة بهذا الفيروس؟ أيوة نعم، بالنسبة لحالات الإصابة الآن بلغ عدد الحالات إلى 7130 حالة إصابة من بداية موسم الصيف، وكل هذه الإصابات في محافظة تعز وفي المناطق المدينة ومناطق خارج المدينة. عدد الوفيات أيضا لدينا 10 حالات وفاة، 3 حالات كانت في بداية موسم الصيف وكانت في مناطق خارج المدينة في الصل وفي خدير وفي حيفان، و3 حالات في مديرية المخا مديرة الساحل، ومعنا الآن في داخل المدينة حالتين في المظفر وحالة في القاهرة. نعم، كنت أشرت إلى أن هذا الفيروس ليس وليد اليوم، إنما لديه متواجد منذ يعني سنوات، لماذا الآن انتشر بهذا الشكل ولاقى هذا الصدى الكبير وهذه التخوفات من قبل الناس؟ طبعا كما تعلم محافظة تعز مدينة مغلقة، أكثر عدد السكان فيها في 3 مديريات اللي هي صالة والمظفر والقاهرة، العدد السكاني زاد إضافة إلى النازحين اللي أتوا من القرى التي يتم فيها النزاع، اكتظت المنازل بالسكان، الناس يعانون من تخوف من سبب الوضع المعيشي، الوضع الصحي، الظروف الأخرى،
ايضا تكدس القمامه في المدينه بشكل غير طبيعي، ندره المياه الصحيه الوافده للمنازل، اغلب الشوارع مكتظه في مخلفات الصرف الصحي. هذا طبعا وجد عند الناس اكثر من وباء، ضعف في المناعه، نقص في ظهور امراض اخرى ادى الى ظهور حالات كثيره بالحميات. ما هي الجوانب الوقائيه التي تنصح بها الناس يعني لكي يتجنبوا الاصابه بهذه الحمى؟ اولا اهم طرق الوقايه طبعا التخلص من المياه الراكده حول المنزل، التخلص من المخلفات القوائم القريبه من المنازل، وضع القوائم في مناطق معينه ويتم التخلص منها مبكرا الى مناطق بعيده من المدينه. ايضا عمل الناموسيات اثناء النوم، عمل التل على الشبابيك والابواب تخوفا من نقل هذا الفيروس. نعم، هل توضح لنا آلية عملكم في إدارة الترصد الوبائي وكيف تتابعون انتشار مثل هذه الوبائيات؟ لدينا آلية طبعا محددة في برنامج الترصد الوبائي اللي هو تتبع حالات في جميع المرافق الصحية والمستشفيات. لدينا عاملين صحيين يعملوا لدينا في إدارة مكتب بإدارة الترصد الوبائي في كل المرافق الصحية، يرفعوا لنا إحصائيات وبيانات عد الحالات الوافدة إلى المرفق الصحي أو المستشفى. ومن ثم طبعا بعد البلاغ بوجود حالات مثلا قد تطورت إلى مضاعفات بيتم النزول الميداني إلى منطقة الشخص اللي يعاني من هذه الأعراض، ويتم فيه التدخل سواء كانت وبائية وباء كوليرا أو حميات أو دفتيريا أو حصبة، فيتم فيه التدخل لكل وباء من الأوبئة في لدينا التدخل الخاص. مثلا في حالة الحميات يتم النزول إلى المنطقة للشخص اللي ظهرت عليه المضاعفات أو مثلاً حدوث حالات وفاة، فيتم التأكد من الحي نفسه هل هناك حالات مصابة بنفس المرض وهل هناك مسببات أخرى لنشر هذا المرض، سواء كانت قمائم، سواء كانت مياه راكدة، سواء كانت أشجار كثيفة، فيتم فيها الرش الضبابي في هذه المنطقة والتخلص من المسبب. نعم. هل تتلقون دعم من قبل السلطات الصحية للترصد لهذا الوباء واحتوائه؟ طبعا الدعم بالنسبة لمكتب الصحة إلى الآن لمواجهة الحميات لم يصل، هناك توجيه من الأخ المحافظ بصرف مبلغ لمواجهة هذا الوباء لكن إلى الآن لم يصل، لكن سوف يصل إن شاء الله قريبا. نحن نشتغل الآن بجهود ذاتية وبجهود شخصية، كل منا بقدر ما يستطيع أن يشتغل ويبذل جهد بقدر ما يستطيع. طيب يعني هل يعني أن إمكانيات مكتب الصحة لا تفي بالاحتواء هذا المرض والكشف عنه يعني في محافظة كتعز؟ نعم، مكتب الصحة طبعا كما تعلم الآن مكتب الصحة يشتغل بجهود ذاتية بدون أي مقومات، بدون دعم، بدون ميزانية خاصة لمكتب الصحة. ميزانية مكتب الصحة تصل إلى 20% تصل الآن، يعني نشتغل احنا بجهود ذاتية جدا. ما الذي ينقصكم في دائرة الترصد الوبائي للقيام بمهامكم على اكمل وجه؟ طبعا اللي ينقص احنا حاجات كثير. احنا طبعا احنا الان مكتب الصحة والسكان وإدارة الترصد الوبائي لا نعول على مكتب الصحة فقط، مكتب الصحة هو الخط الخامس او الرابع من مواجهة هذا الوباء. لديك اكثر من مؤسسة، مؤسسة الصرف الصحي، مؤسسات المياه، مؤسسة الأشغال العامة، أيضا السلطة المحلية. لازم من وقوف هذه كل المؤسسات معنا لمواجهة هذا الوباء، وبالأخص نحن طبعا ندعو في هذه الحلقة المناسبة ندعو الأخوة المواطنين. الأخوة المواطنين هم أساس نجاح الصحة في المحافظة. إذا كل منا يحمي نفسه من الإصابة بمرض معين فممكن أن نخفف الزحام وكثرة الأمراض في المرافق الصحية. إذن دكتور ياسين عبد الملك مدير إدارة مكافحة الأمراض وترصد الوبائي بمكتب الصحة بتعز، شكرا لتواجدك معنا اليوم. مرحبا بكم من جديد. تكتسب قنوات تصريف المياه بوادي الضباب بتعز أهميتها من كونها تسهم في الحفاظ على الأراضي والطرق من آثار السيول المتدفقة، وعلى ما يبدو أن هذه القنوات هي جزء يسير من مشروع كبير، ومع ذلك فإنه يعد نموذجا جيد يعكس مدى أهمية التدخل لاحتواء ومعالجة آثار السيول وتحقيق الاستفادة في ري المزروعات بهذا الوادي الشهير. نتابع.
ما كان لعابر سبيل أن يسلك فجاج هذه الأرض التي يغدق زرعها ونبتها عن يمين وشمال دون أن تحدثه نفسه عن الماء الذي يسقي الحرث ويروي الزرع ويبقي الروح مع حياة جديدة متجددة. مياه وادي الضباب دائمة الجريان، وهي تتدفق بانسياب في مشهد يأسر القلوب والعقول ويجعل معه كل آت وغاد. على طريق التربة تعز يشعر بالحياة. كثيرة هي المناطق التي استفادت من مياه وادي الضباب، والتي تشكلت فيها الترع الزراعية ووجدت الحقول الخضيرة التي تفيض بالغلال وتمد الناس بوافر العطاء. مع زيادة الأمطار في فصل الصيف تفيض هذه المياه الجارية لتشكل تهديداً على الطريق الإسفلتي الرئيس الذي يربط تعز المدينة بأريافها الجنوبية، ما جعل من إنشاء قنوات لتصريف المياه حلاً مناسباً لمواجهة هذا الإشكال. تعتبر القناة الوحيدة التي تمر في وادي الضباب، حيث يأتي الماء من وادي حنا ويستمر تدفق المياه حتى وادي حذران. تأخذ هذه القنوات شكل المستقيم المتعرج في بعض الأحيان، وهي لا تغطي سوى مساحات محدودة على جانبي الطريق، يقدر ارتفاعها بنحو 70 سنتيمترا وعرض يصل إلى متر واحد تقريبا. لا يقتصر عمل هذه المسارات التي تتدفق فيها المياه في معالجة إشكالية تهديد مياه الضباب للطريق الرئيس وحسب، إنما يتجاوز عملها ذلك الأمر وتتعدد أغراض إنشائها. فوجود مثل هذه القنوات يسهم في المحافظة على التربة من الانجراف، ويستفاد منها أيضاً في عملية الري التكميلية، إضافة إلى أنها تعمل على تسهيل توجيه المياه إلى المساحات الزراعية في مناطق مختلفة، وتمثل ضمانة بعدم السماح بتجمع المياه على أشكال برك ومستنقعات تسهم بتكاثر الأوبئة. كان الماء المياه تمر داخل الخط، مما يؤدي إلى تخريب الطريق وعملية حفر، فقام عملوا تصريف الطريقين هنا، عملوا تصريف المياه للمزارع الغربية والشرقية والغربية. تعتبر هذه القناة من القنوات المهمة بالنسبة لوادي الضباب، حيث تعمل على عدم تدهور الأراضي الزراعية، وكذلك تستخدم في الري التكميلي لبعض المحاصيل الزراعية التي تزرع في وادي الضباب مثل الطماط والبسباس والخيار وغيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى. مشروع القناة وفقاً لمزارعين في المنطقة، فإنه لا يبدو أنه قد يحقق الاستفادة المرجوة، حيث وأن المشروع أنشئ بغرض تصريف مياه الوادي التي تزيد غزارتها مع فصل الأمطار الموسمية، ولا يزال في بدايته وغير مكتمل وينقصه الكثير. وعندما عملوا المشروع ما فكنا بحاجة وسيعة في الأملاك، عندما يأتي السيول يغمر هذه المجاري ويخرب عنا الخطوط. القناة هذه عبارة عن تقريبا متر في 70 سنتي، فلا تكفي لاستيعاب كمية الماء الموجودة أو التي تنزل من الوادي، فيستحسن أن يكون هناك أيضا توسيع لهذه القناة حتى يمكن الاستفادة القصوى من المياه التي تنزل من هذا الوادي وتغذي وتستخدم في ري المزروعات الموجودة في الضباب. أضحت مسارات المياه عاملا للجذب، إذ يستغل الأطفال في مناطق الضباب تدفق الماء الجاري للسباحة والاغتسال، كما وأن عمالنا بسطاء من المنطقة يتخذون من المجرى مصدراً لتشغيل آلاتهم وغسل المركبات مقابل مبلغ مادي مناسب،
كما وأن المزارعين في الأراضي المجاورة لقنوات التصريف يقومون بسقي أراضيهم التي تحوي صنوفاً مختلفة من المزروعات. سقمنا طماطس، سقمنا الزرع، سقمنا كل حاجة. تستفيد من هذا الماء منطقة الضباب، منطقة حذران، منطقة الربيعي، وعلى كذا منزل منزل تملك، هذا يستفيد منه زارع منه. وتعد نماذج قنوات تصريف المياه من الأعمال التي تحتاج إلى دراسات هندسية وخطط تفي بالغرض التي أنشئت هذه القنوات لأجله، ولتحقيق هدف حماية الطرق والأراضي من تأثير المياه وتصريفها بالشكل المناسب والصحيح. رغد وليد، تلميذة في الصف السادس بأحدى مدارس تعز الخاصة بتنمية المعاقين حركياً، لم تستسلم الطفلة للإعاقة كغيرها من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولا لتأثيرات الحرب على تعز. وجدت رغد مناسبة اليوم العالمي للطفل فانتهزتها لتطلق طاقتها في الرسم والإبداع إلى جانب زملائها. لم ولن تستسلم لإعاقتها ولن تعدم حيلة لتحقيق وممارسة حق من حقوقها، وفي مقدمة ذلك مشاركة أقرانها الفرحة والاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام، لتقبل الطفلة رغد وليد وقد استعاضت بعكازة تساعدها على السير وصولاً إلى مرسم الأطفال حيث يأخذها الأمل بمستقبل جميل وواعد. حاجات لكي أتعلم وأرسم من الرسومات اليمنية وعلم اليمن. أشتيكم بالمستقبل دكتورة. في هذه الفعالية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل بتعز، رسمت الطفلة رغد العلم الوطني في تعبير يجسد حبها لليمن وتأكيد في هذا اليوم العالمي عن تمسكها بهويتها رغم ما تمر به البلاد. جيت هنا أرسم وأشارك زملائي أرسم علم اليمن. طالبة رغد من أذكى الطالبات والطلاب، أذكى طالبة تقريبا بالمدرسة من حيث الأنشطة ومن حيث العملية التعليمية. في عندي عدة مشاركات بالاحتفالات، باحتفالات اليوم العالمي للمعاق في الشهر 12 إن شاء الله الشهر القادم، وفي عدة مشاركات في السنة السابقة باحتفالات بأنشطة بالمدارس كعمل إذاعات، و ممكن تشارك برقصات، ممكن تشارك بأي حاجة رغم أنها برجل واحدة. قرابة 60 طفل وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة من منتسبي مركز الأمل لعلاج الأورام والفئات الأشد فقراً وبعض المراكز الأخرى وجدوا في هذا اليوم الترفيهي المفتوح متعتهم، واستطاعوا من خلاله الإسقاط على الورق التعبير عن جماليات أرواحهم البريئة وكذا تجسيد رغباتهم وتطلعاتهم. أدرس وأرسم وأتعلم عشان يكون لي مستقبل. أرسم سكرين بيت علام اليمن، شجرة وعصفور. حاولنا نعمل عملية دمج في هذا اليوم، يعني نخلق لهم جو ترفيهي، شاركوا في مجموعة من الأنشطة، خرجوا الكبت اللي يعني شعروا فيه عبر هذه الرسومات، فكان يوم مفتوح جميل. بدا تأثير الحرب على تعز وانعكاساتها واضحة من خلال رسومات وخربشات الأطفال على الورق في الجدران، وهو ما اعتبره الكثير طبيعياً بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه الأطفال في تعز، ويقولون أن مثل هذه الفعاليات هي من يسهم بالتخفيف عنهم. وجود الفعاليات الترفيهية والأنشطة خصوصاً الرسومات في يعني والأطفال يعانون في من هذه الحرب،
ويلات الحرب، والله يخرجوا كثير من الطاقات السلبية عبر هذه الأنشطة، اللي يرسم بيت مهدم، واللي يرسم صاروخ، واللي يرسم الرسومات اللي شفتوها إنه الحرب مؤثرة عليهم بشكل فظيع. هذا الحضور والنشاط عند رغد وليد وغيرها من الأطفال يمثل تحدياً للإعاقة وانتصاراً للإرادة التي تؤكد أنه لا يأس مع الحياة. لا تقل عني معاقاً، لا تقل عني بليد، لا تقل ذهني مشتت أو مقيد أو شريد، طالما ربي خلقني كيف لا أحيا سعيد، كيف لا أقوى على شيء، كيف لا أصنع جديد. وإذا كان أطفال تعز قد وجدوا في هذا اليوم العالمي الاهتمام من خلال إقامة المناشط المختلفة، فإن دعوات لا تزال تتفاعل، ولأن يكون الاهتمام بالطفل متواصلاً وليس مجرد مواسم أو مناسبات. وبنماذج الكفاح والتحدي وبراءة الأطفال نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته لنا، سقاها الصبح نسبته لنا. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته لنا. Oh.